الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. مع مرور عام على العملية العسكرية بأوكرانيا، محادثات أوروبية لفرض عقوبات على روسيا ومجموعة السبع تبحث دعم كييف. وبريطانيا تقترح التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد بريكس فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس السعودية. وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش بوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال غوتيريتش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال إن كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وقف التحريض على العنف. أعلنت الخارجية الفلسطينية التقدم بالطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بينما أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان المتواصل على مدينة نابلس. وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير. طالبت فلسطين بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة. وأعلن سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير دياب اللوح أن بلاده تقدمت بطلب عقد الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس بالضفة الغربية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أشار إلى أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الفلسطينيين. We'll be right back.
وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وقال سانشيز إن بلاده ستدعم أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا، حيث تتواصل زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى كييف خلال الفترة الحالية. يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم لمناقشة الإجراءات ضد روسيا في مدينة بنغالورو الهندية، وأكد وزير المالية الياباني مواصلة التنسيق الوثيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي لتعزيز تأثير العقوبات. وتترأس اليابان الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع هذا العام في الفترة التي تسبق اجتماع قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما خلال مايو المقبل، وسيتبع اجتماع مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري اجتماع أوسع للقادة الماليين لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في العالم والذي تستضيفه الهند. تتواصل في بروكسل اليوم محادثات دول الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يفترض تطبيقها اعتبارا من غد الجمعة. المحادثات الأوروبية الجارية في بروكسل لإقرار حزمة العقوبات العاشرة على روسيا ما زالت تواجه عقبات، مع اعتراض بعض الدول على بنود في قائمة العقوبات الجديدة. آخر جولات المفاوضات الأوروبية لم تتوصل إلى توافق بالإجماع بين دول التكتل على فرض العقوبات الجديدة التي يفترض الإعلان عنها الجمعة، وبحسب مصادر دبلوماسية فسوف يواصل ممثل الاتحاد الأوروبي إجراء مزيد من المحادثات لإقرار الحزمة الجديدة من العقوبات، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن أبرز القطاعات الروسية التي ستطالها العقوبات الأوروبية الجديدة فرض حظر على واردات التكتل من المطاط الروسي، وكذلك منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة، وكذلك القطاع النووي الروسي. ووصف الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات المرتقبة على روسيا بأنها الأقسى على الإطلاق، وأنها ستحرم روسيا من منتجات بقيمة 11 مليار يورو. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي 9 حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو، استهدفت بشكل رئيسي صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل العملية الروسية. وبجانب العقوبات الأوروبية المرتقبة تبحث مجموعة الدول السبع مواصلة فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث تعهد وزراء خارجية المجموعة بتكبيد موسكو المزيد من الخسائر الاقتصادية، فيما تعمل الولايات المتحدة مع عدد من الحلفاء على إعداد قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا يتوقع الإعلان عنها في الأيام المقبلة. تتواصل اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يؤكد ضرورة التوصل في أقرب المهل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وذلك وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي افتتاح الاجتماعات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفا إياها بأنه إهانة لضميرنا الجماعي، مشيرا إلى أن الذكرى السنوية الأولى لبدء تلك العملية تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يفسر قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة مؤقتا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية على أنه مؤشر على تفكيره في استخدام الأسلحة النووية. واعتبر بايدن قرار بوتين قرارا ليس مسؤولا وخطأ كبير. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن إن روسيا ستواصل إلى اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية، وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الأسرع من الصوت التي تطلق من البحر، مؤكدا مواصلة تجهيز القوات المسلحة بمعدات متطورة. وقال بوتين إن روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتقوية الثلاثي النووي، مشيرا إلى الصواريخ النووية القائمة
على البر والبحر والجو، مضيفا أنه سيتم للمرة الأولى خلال العام الجاري نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات، وهي سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تعزيز العلاقات بين روسيا والصين، معتبرة أنها تتحديان النظام العالمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تحديد القواعد وعدد من المبادئ والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول، والتي ظهرت بفضلها مستويات غير مسبوقة من الأمن والاستقرار والازدهار والفرص للناس في العالم. وأضاف برايس أن الصين وروسيا تتحديان هذا النظام العالمي بمختلف الطرق. حذرت وزارة الدفاع الروسية من قيام سلطات كييف بالإعداد للقيام باستفزاز مسلح قريبا يستهدف منطقة ترانسنيستريا ستنفذه وحدات من الجيش الأوكراني. وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط أن يرتدي المشاركون في الهجوم الزي العسكري الخاص بالقوات المسلحة الروسية، مؤكدة أنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بريدنيستروفا، وأنها مستعدة للرد على أي تغييرات ميدانية. تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة في أسعار الطاقة، ودفعت نحو 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع. كما تشير التوقعات إلى أن أسعار المنتجات الغذائية ستستمر في الارتفاع خلال العام الجاري. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو عام، ولا تزال آثارها السلبية تنعكس على العالم، حيث أفاد تقرير جديد صدر عن دورية نيتشر إنرجي أن تلك الأزمة وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع. باحثون اقتصاديون من دول مختلفة شاركوا في إعداد الدراسة التي أظهرت أن إنفاق الأسر في المتوسط قد ارتفع بواقع 4.8% نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلاً عن الزيادة السابقة في فترة وباء فيروس كورونا. ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا أدى إلى زيادة في أسعار الغذاء، فبالمقارنة مع العام الماضي ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة على سبيل المثال بنسبة 70.1%. الدراسة تشير كذلك إلى أن بعض الدول بما فيها ذات الدخل المرتفع تعتبر أكثر تأثراً من غيرها بأزمة الطاقة، مثل إستونيا وبولندا والتشيك، وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة لاستهلاك للطاقة. التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجات الغذائية ستستمر في الارتفاع خلال العام الجاري مع تأثر الشركات المنتجة للغذاء في العالم بالتضخم المرتفع في أسواق السلع الأولية. اقترح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك توصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية. وتضمن مقترح سوناك أن يتم إجراء تعديلات قانونية على المعاهدة السارية. وكان زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي قدم شكوى أمام مجلس العموم بشأن أن قوانين الاتحاد الأوروبي يتم فرضها في أيرلندا الشمالية دون تدقيق ديمقراطي أو موافقة بموجب الاتفاق الحالي غير المقبول المعروف باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية.
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقية، وتم إجراء مناورات في المياه الواقعة شرق جزيرة أولونغ الكورية الجنوبية، وركزت على إجراءات رصد وتتبع واعتراض الأهداف وتبادل المعلومات ذات الصلة. قتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار، من بينهم طفلة عمرها 9 سنوات، ومراسلة تلفزيونية في ولاية فلوريدا الأمريكية. وألقي القبض على المتهم بإطلاق النار، وقالت شرطة مدينة أورلاندو إن المتهم لديه سجل جنائي حافل يشمل تهم الاعتداء بسلاح قتال. أعلن مركز الزلازل الصيني تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان على عمق 10 كيلومترات، وذكر أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتين في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني. أعلنت تركيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، وقالت السلطات التركية أن حصيلة الضحايا في تركيا قد بلغت 43,556 شخصا، إضافة إلى أضرار كبيرة بالمباني. وكان زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير الجاري، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما في البلدين. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستتحرك بسرعة لمساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر، وأضافت المنظمة أنها تهدف لتوزيع أكبر قدر المساعدات الإنسانية على المتضررين من الزلزال. أفاد مسؤول البحث والإنقاذ بأن عدد الأشخاص المفقودين في خليج هوغ في نيوزيلندا بعد إعصار جبرييل أصبح الآن بأرقام فردية، وذلك بعد 10 أيام من أسوأ عاصفة تضرب البلاد منذ عقود. وأكد قائد فريق هوكس باي أوربن للبحث والإنقاذ أن ظروف البحث والإنقاذ كانت شاقة، موضحا أن ما حدث كان شيئا لم يره من قبل. من جانبها قالت الشرطة النيوزيلندية إن 56 شخصا في جميع أنحاء البلاد تم الإبلاغ عن عدم تمكنهم من الاتصال بهم، انخفاضا من 152 شخصا في وقت سابق. وكانت عاصفة جبرييل أسفرت عن مصرع 11 شخصا على الأقل، وتسببت في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية. So
ارتفع عدد الضحايا في انهيار منجم فحم بمنطقة منغوليا بالصين إلى 4 أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 6 وفقدان 49 آخرين. وأوضحت وسائل الإعلام الصينية أن الانهيار الذي وقع الأربعاء في منجم تديره شركة شينجينغ لتعدين الفحم كلف كومة من الحطام على مساحة 500 متر تقريبا وارتفاع يقدر بنحو 80 مترا. ووجه الرئيس الصيني تشي جين بينغ بإطلاق جهود البحث والإنقاذ على الرغم من وقوع انهيار أرضيا ثانيا عاق العمل في العثور على ناجين. من جانبه طلب رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ إجراء تحقيق سريع في سبب الانهيار. أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا رئيسيا في تشكيل السياسة النقدية، وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم. وأيد عدد قليل فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر وهي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة. حذر فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا لم تنتصر بعد في أزمة الطاقة مع روسيا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز قول بيرول بأن الإفراط في الثقة بشأن الشتاء المقبل أمر محفوف بالمخاطر، وقد حان الوقت لمواصلة وتكثيف جهود لعام 2023. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تحول التركيز إلى أفاق الطلب العالمي وهدوء الضغوط البيعية التي قادها المستثمرون القلقون من تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وزادت قيمة عقود خام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 80 دولارا و82 سنتا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكية عند مستوى 74 دولارا و14 سنتا للبرميل. ورياضيا، تواصلت منافسات بطولة كأس العالم للرامية التي تقام في مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر فعاليات البطولة حتى 23 من فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة. وفازت اللاعبة المجرية فرونيكا مايور بالمركز الأول في منافسات 25 متر مسدس، بينما حصدت الألمانية دورين المركز الثاني. خسر المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر. وكان المنتخب قد تعادل سلبيا مع منتخب موزمبيق في افتتاح البطولة، كما خسرت نيجيريا بالجولة الأولى أمام السنغال، وسيلعب الفراعنة المباراة المقبلة أمام السنغال يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة، ويتعين على الفراعنة تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل. تأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما المقامة في مصر،
وأفاز أسود التيرانجا على موزمبيق بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة القارية، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة السادسة بعد الفوز في أول جولتين على نيجيريا ثم موزمبيق 0-3، بينما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة. تغادر بعثة فريق الزمالك اليوم إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيخوض الزمالك مرانه الأول في تونس الخميس بقيادة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. كتم النشر ولم يتبقى سوى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. مع مرور عام على العملية العسكرية بأوكرانيا، محادثات أوروبية لفرض عقوبات على روسيا ومجموعة السبع تبحث دعم كييف. وبريطانيا تقترح التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد بريكست فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية. ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنت معكم حبيبة عمر وإلى اللقاء.